السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ما شاء الله، نبتدي مع بعض دورة بط فرنساوي ثاني أو جعجاع زي ما بتسموه، تسموه بقى مع بعض. ما شاء الله، كنت في السوق كده ولقيتهم حتى شايفين ما شاء الله، يعني هي بدايتها كده واحدة بتعرج، بس والله كانت سليمة. فعقبال ما جبتهم كلهم كانوا بيهرسوا عليا في الكرتونة، فواحدة فيهم كانت بتعرج وأنا جاي. فالحمد لله كده هنبتدي مع بعض دورة جديدة. معلش انا اتأخرت عليكم، بقالي فترة طويلة فعلا ما بنزلش حاجة، وقاطع فعلا من بعد رمضان او من قبل رمضان كمان، اول يوم في رمضان لما خلصنا الدورة اللي فاتت واحنا قاطعين خالص تربية. فما شاء الله كده هنبتدي مع بعض دورة جديدة. تعالوا بس نحط لهم كده الاكل بتاعهم ونظبطهم ونوريكم كده المكان بتاعهم اللي عملته لهم ونتشغل مع بعض. تمام، بصوا هما جعانين جدا. ده بيزي خشن، عارف خش انا الصراحه ما كانش في وقت خالص اشتغل معاهم بالحاجات اللي كنت اشتغلت قبل كده، دشه وسمك وكده، فقلت احط لهم الاكل ده النهارده لحد ما ابدا اظبط نفسي ان انا ابدا احط لهم الاكل بتاعهم اللي كانوا بيحطوه الاول ونظبط الحلقه كده. ده كده المكان بقى بتاعهم، شايفين طبعا المكان ده ابيض ازاي. ده كده ده جير مطفي، كل اللي انتم شايفينه ده جير مطفي، وده جزء انا عملته على جنب كده، قلت اخليهم من القعده بتاعتهم كلها. حطيت تحتي برضه من اول حاجه. المكان ده اصلا كان بتاع الرومي، انتوا فاكرين ده كان مكان تربيه الرومي، فانا نقلت رومي في حته تانية وبدات اشتغل على دولت. فعلا نظفتهم المكان كويس جدا، نظفته كويس ورشيته، وبعد كده رشيت عليه جير مطفي في كل الاركان حتى على الحيطه. يعني ممكن اهرب كمان شويه هتلاقوا الحيطه كلها مليانه جير. وقسمته بقى جزئين، جزء رحت عامله فيه الفرشه بتاعتهم مليتها كلها التبن بتاعنا عادي اللي بنشتغل بيه، والجزء التاني حطيت فيه مسئله الميه، طبق الميه بتاعهم والاكل بتاعهم، وسبتهم الصراحه ان هم يبداوا ياكلوا. فان شاء الله كده هنتابع بعض الفتره اللي جايه برضو مره بمره كده ويوم بيوم، وهنظبط مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. وده كان كده فيديو سريع، انا برضو مش عايز اطول عليكم. ما شاء الله انتوا شفتونا في التربيه اللي فاتت كان شكلها عامل ازاي، المره دي دولت حجمهم اصغر بكتير جدا. يعني عايز اقول لكم دولت جايين عمر كام يوم، اللي هو ان الكاميرا اصلا مكبرهم كبير جدا، مكبرهم جدا، بس هم اساسا يعني الواحد ما يجيش قد كف الايد. فقلت بقى ما شاء الله حلو، يعني نجيب برضو حاجة صغيرة عمر صغير نقدر نشتغل بيه، وان شاء الله يكبر برضو معانا، وهنقعده برضو زي اللي فات كده فترة فعلا 3 شهور. مش مستعجلين بقى، خلاص رمضان موسم عدى وكل سنة وانتم طيبين، فمش هنبقى مستعجلين عليه، هنسيبه يكبر براحتنا خالص لحد ما يقفل خالص براحته ويقفل الريش ويظبط كل اللي هو عايزه. فده كان فيديو سريع كده النهاردة بتاعتنا، بداية الدورة بتاعتنا ان شاء الله. فبرضو بص هوريكم الحاجة الناحية التانية، برضو هوريكم الأوضة من الناحية التانية شكلها عامل ازاي. بصوا كده ده المكان بتاعهم، يعني يعتبر كده قاعد الجزء بتاعهم. بص بقيته هتلاقوا حتى الحيطه فيه ابيض، ودي المسقه بتاعتهم بتاعت الميه، حتى هحطها في طبق عشان خاطر الميه الزياده ما تقعش بره وكده، وان شاء الله خير. وده كان فيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.